ما بدك تحكي؟ صديقي الوزير مازن مرشحني لمنصب مدير عام أهم وأكبر شركة بهالبلد. مدير عام؟ عم تحكي جد؟ لا تفرحي كثير، أنا لسه ما وافقت. شو عم بتقول؟ ما وافقت؟ شو بدك أحسن من هيك منصب؟ مدير عام يا دكتور، مدير عام، يعني مثل الوزير، حلم، حلم بيحلم فيك الإنسان، وعم تقول ما وافقت؟ بكره من بكير بتروح وبتقول له موافق. ولا أقول لك؟ امسك السماعة وقول له موافق من هلا قبل ما يرشح حدا غيرك، امسك هلا قيمي هالتليفون من ايدك واسمعي نظرة وشي بالاول، وجهة نظري بالاول. هات لشوف شو اللي مو عاجبك بهالمنصب. يا خانم هذا المنصب بالنسبة لي عبء ومسؤولية، مو سلطة وفانتازية مثل ما حضرتك عم تفكري. وانت قد وقدود. لك ايه بس لا بس ولا مس ولا بقلي ولا خس. حاجتك دلال ابو طارق، خلينا نتبحبح لنا شوي ونعيش لنا كم سنة نتهنى فيهم. نتهنى؟ نتبحبح لنا؟ اخ لك يا عيني إذا أنا صرت مدير عام بدنا نشحن. إيه هلا العيادة عم تستلمنا 20 30 ألف ليرة بالشهر ويا دوب عم يكفوكي أنت وولادي. لك شلون بكره بدنا نعيش على 10000؟ بس؟ لا بس ولا مس ولا بقلة ولا خس. شو فكرة معاش المدير العام؟ مليون؟ في مدير عام عايش على معاشه. شو قصدك؟ بقصد يعني في غير المعاش الإضافي والحوافز وتعويض اللجان وإذونات السفر ومهمات داخلية وخارجية وإلخ إلخ. شو بنا أبو طارق؟ بعرفك ذكي. أميرة شو عم تقولي؟ لك أنت بتعرفي أنا قرش واحد حرام ما بفوت على جيبك. ومين اللي قال لك رح تقبض حرام؟ لكان شو قصدك فيها هي إلخ إلخ؟ طيب بلاهم هدول المعاش على الإضافي على الحوافز على التعويضات على المهمات على المكافآت بكفوا. إيه نامي نامي هلا خليني أفكر لبكرة. لسه بدك تفكر؟ خلص قول موافق. بس شوفي هالحكي اللي صار بيناتنا ما ضروري حدا يدرى فيه، مفهوم؟ يوه